الأصغر في عالم السيدات، بطلة مصر نور الشربيني اللي يعني أثبتت كفاءة، كانت ضيفتنا من أيام قليلة يمكن أسابيع قليلة جدا، والآن هي ضيفتنا مرة أخرى مع شقيقها ومع عدد من مدربيها. نور رفعت راسنا الحقيقة لتكون بطلة لمصر للعالم في الاسكواش، وهنعرف حكاية بقى هذه البطولة الأخيرة. نور ألف مبروك، أنا سعيدة جدا طبعا باستضافتك أول مرة تظهري، وآدي الكاس بتاع كاس العالم. وخليني بس أرحب بالضيوف وبعدين أرجع أتكلم معاكي شوية. عمر الشربيني شقيق نور، تأخوها الصغير ولا الكبير ولا إيه؟ لا كبير بس. كبير أهلا بيك. أنت بتلعب سكواش أنت كمان يا عمر؟ لا كنت خلاص. كنت طيب. كابتن رشدي مبروك، رئيس قطاع السكواش بنادي سموحة ومدرب نور بقالك سنين يا كابتن. مدرب نور مش كده؟ 15 سنة دلوقتي. 15 سنة. كابتن وليد مسلمي مدير فني لمنتخب مصر ونادي سبورتنج للياقة البدنية. ونور اتنقلت، دي أول سيزون لها في نادي سبورتنج. أول سيزون لها فعلا. ما أنا وش نادي سبورتنج حلو عليه فعلا يعني. وأستاذ كريم شهيب أيضا، كابتن كريم شهيب مدرب نور بنادي سبورتنج، أهلا بيكم يا سادة. أبتدي الأول بالمسابقة الأخرانية دي، دي كانت إيه أهميتها بالنسبة لك؟ هي دي بتبقى بطولة العالم، فهي دي يعني بالنسبة لنا عندنا في سكواش دي بتبقى أكبر بطولة في السنة كلها. فدي كانت بالنسبة لي يعني دي احنا يعني نلعب عشان البطولة دي، هي دي. يعني هي دي أهم حاجة يعني بالظبط يعني. فأنا طبعا كانت يعني من وأنا صغيرة دي يعني طول عمري حلمي ان انا اكسب بطولة العالم، يعني حتى لو كنت فاكرة اخر حضرتك ما كنت عند حضرتك قلت يعني كان نفسي ان انا اكسب بطولة. نفسك في ايه؟ قلت لي نفسي اكسب بطولة العالم. ورونا الصور يا جماعة يا ريت، والنبي تكون معانا الصور بتاعت اللحظة، لحظة الفوز بتاعت مين. اصعب لحظة كانت عندك ايه؟ اصعب لحظة بالنسبة لي كان ماتش الفاينل، لان كنت بلعب مع رقم واحد على العالم وكنت خسرانة منها 2-0 في الماتش. اعتقد دي كانت بالنسبه لي اصعب لحظه ان انا اعرف ارجع من 2-0 واكسب الماتش. يعني الشوط الاولاني انت كنت خسرانه 2-0. اول شوطين كنت خسرانه، اول شوطين خسرانه 2-0. بعد كده انت دمكم نشف. الموضوع كان انتهى كده، دمكم نشف تماما يعني. خسرانه هي دي اخر نقطه خالص. كنت بلعب واحده من انجلترا اسمها لورا ماسارو، دي رقم واحد على العالم. انت قلت لنا عليها المره اللي فاتت، انا خلاص حفظت، بقيت خبيره سكواش، هعمل برنامج سكواش. فلورا كانت صعبه. كان صعبه طبعا، هي من اجمد الناس عندنا في البنات يعني بتلعب، ف يعني هي معروف ان هي صعبه قوي ان هي تبقى كسبانه 2-0 وتخسر يعني، بس الحمد لله. ازاي قدرتي ان انت تغيري المكسب الخساره للتعادل ثم فوز؟ هو انا بس كنت يعني كنت انا طول عمري يعني كنت بقول ان انا بحلم ان انا اكسب البطوله ديت، فكنت خلاص ولما وصلت الفاينل كنت حاسه ان خلاص فاضل حته صغيره يعني، بس لما دخلت الماتش ولقيت نفسي بخسر فحسيت يعني ما ينفعش ان انا اخسر وان انا عندي فرصه ان انا اكسب يعني. فحتى معانا المدير الفني عمرو شبانه كان معانا هناك، وهو بعد كنت خلصانه 2-0 كان قاعد يتكلم معايا وقاعد يقول لي ان لسه بدري وان انا اقدر اكسب واقدر ارجع للماتش تاني وليا فرصه وكده. فيعني حاولت ان انا ارجع تاني للخطه بتاعت الجيم بتاعي وارجع ان انا اكسب الجيم الثالث وبعدين الرابع وابدا بقى في الجيم الخامس يعني كويس. ولحظه يعني ما ابتديتي تشوفي نفسك عماله الجيم تاخدي جيم ورا جيم ورا جيم ثم الفوز وصفر الحكم دي انا كمان كنت محظوظه شويه ان انا مامتي وبابايا كانوا معايا هناك، فدول كانوا اول ناس يعني انا بصيت لهم، يعني مامتي قعدت تعيط بعد الماتش يعني. بالظبط، مامتي قعدت تعيط وفي صور كتيره جدا ليه كنتوا بتعيطوا. حاجه انت كمان كنت قاعده عماله تعيطي، بصي كلهم بيحضنوكي وبتعيطي. عمر انت ملازم لنور، انت اخوها الكبير، كنت بتلعب سكواش زمان مش كده؟ كنت بلعب، هي كنت انا اللي ابتديت الاول، بعد كده هي اللي بدات بقى تاخد الخطوات بعديها وهي كملت بقى. انت كنت معاها في المباراه دي؟ لا كنت في بطوله الجونه. في بطوله الجونه. بالنسبه لكم في البيت يعني انا عارفه ان البيت كله مهيئ، الاب والام والاخوات كلكم مهيئين علشان نور تقدر تحقق هذا الانجاز. مظبوط. بالنسبه لكم بقى البطوله دي كانت ايه؟ لا دي كانت اكبر حاجه يعني، البطوله دي اكبر بطوله في الكارير بتاع اي لعيب سكواش، فكان بالنسبه لنا ده الحلم، وخاصه ان مفيش حد مصري كسبه قبل كده، فكان بالنسبه لنا يعني
نور يعني تعمل حاجة زي كده، كانت كل حاجة يعني، كانت العيلة كلها بتدعمها في الحتة دي، وزي ما بابانا كان معلمنا لازم نقف مع بعض في كل حاجة يعني. حتى كانت هي لسه مطلعة رخصة من سنتين، بس كنت رايح جاي معاها في التمرين رايح جاي، فكان كل حاجة يعني، كان كله بيساعدها الصراحة في كل حاجة هي عايزاها يعني. كنت سواء وهي مسافرة انت كنت حاسس انها هتاخد الكاس؟ هو انا الصراحه رحت معاها كل البطولات السيزون اللي فات ده ما عدا البطوله دي، مش سبحان عارف الله. ليه يعني. ماشي. بقول لك ايه، ما تروحش بقى. لا لا لا، اسكت بقى، الجال معايا كسبت برضو فيهم يعني، مش كسبت حلوة كذا عليا. حاجه، بس هي البطوله دي بالذات يعني كان عندي عشان ظروف شغلي وكده فما قدرتش اروح معاها، بس يعني ما شاء الله يعني الحمد لله يعني عملت انجاز تاريخي والحمد لله يعني. كباتن بقى كلكم كنتوا موجودين في ماليزيا ولا ايه؟ لا لا، في كنا في الجونه برضو. كنتوا كلكم او ايه الحكايه؟ نجيب كل الجونه، كله كان اقول في الجونه. لحضرتك لما بتبقى بطوله كبيره زي اللي كانت نور بتلعب فيها وبيلعب فيها منتخب مصر يعني، فبيروح البطوله مدرب منتخب مصر، فكان ده كان موجود طبعا عمرو شبانه. عمرو شبانه يعني، وبعدين ده المايسترو يعني، طبعا عمرو شبانه ده حاجة كبيرة يعني. 15 سنة كنت بتدرب نور، من 15 سنة ولا لمدة 15 سنة؟ بقالي 15 سنة أنا المدرب بتاعها. وأنت بتدرب نور من البداية كنت شايف نور بطلة العالم؟ آه أنا من أول ما ابتدت نور تلعب بطولات وابتدت تبقى بتشارك في البطولات المحلية في مصر، وأنا كنت بقول إن نور بطلة العالم اللي جاية. الكلام ده أنا قلته كتير، ونور بس هي صغيره جدا على فكره. ما نور اللي انت احنا عندك كام عملناه سنه؟ كان دلوقتي عندي 20 سنه. يعني اوكي، يعني نور اول بطوله لعبتها بطوله الجمهوريه عندها 8 سنين تحت 11 سنه، لعبت مع الاكبر منها ب 3 سنين كسبت البطوله. اول بريتش اوبن بطوله انجلترا المفتوحه دي اكبر بطوله للناشئين وكسبتها، ما هي جات لنا بعد كسبتها. بريتش اوبن لا لا لا، دي وهي صغيره، ده تاريخ نور الشربيني. احنا عندنا في سكواش بيبقى مرحلتين، في ناشئين وناشئات وبعدين سيدات. انا بقول لك بدايه نور الشربيني كويس، قبل 11 سنه كانت بتكسب بريتش اوبن 13 سنه، كسبناها مرتين وكسبنا 15 سنه، لعبنا تصفيات منتخب مصر تحت 19 سنه لبطوله العالم اكبر بطوله للناشئين. نور كان لسه عندها 12 سنه وشويه، كنا في البدايه لعبنا التصفيات دي وكسبناها. نور سافرت منتخب مصر وهي اقل من 13 سنه، لعبت بطوله العالم عندها 13 سنه تحت 19 سنه وكسبتها ما شاء الله. نور في الوقت ده اتكتب عنها في الاتحاد الدولي للسكواش ان نور معجزه في السكواش، ان طفله عندها 13 سنه بتكسب ناس عندهم 19 سنه. لعبت اول بطوله سيدات وهي عندها 14 سنه، اول لقب في السيدات عملته عندها 15 سنه. الكلام ده كله مدون كسي في او تاريخ للسكواش المصري في الاتحاد الدولي للسكواش. دي مامتك يا نور مش كده اللي بتحضنك، ولا اللابسه الحجاب دي مين؟ اللابسه، لا لابسه الحجاب البينك، اللابس بينك، هي دي مامتك. دي مامتك مش كده؟ ما يعني هو بيبقى فيه زي سكرين وانا بلعب، فانا لما كنت اخر كوره يعني كنت تان ايت، فضل كوره انا ببص فوق لقيت مامي بتعيط، يعني لسه ما خلصتش الماتش بس هي كانت بتعيط خلاص يعني. هنا دي ده مشهد رهيب ده. لا انت بتعيطي ومين؟ انا دي رنيم الوليلي، هي انا كان معايا رنيم الوليلي وامنيه عبد القوي، هي الاثنين رنيم كانت بتعيط بعد الماتش يعني، فالاثنين حقيقه يعني رنيم خسرت في السيمي فاينل وامنيه خسرت في الثمانيه، بس حقيقه الاثنين جم معايا الفاينل وقعدوا يشجعوني واحنا فعلا يعني ده بابا مش مجرد ان احنا اثنين بينافسوا بعض او حاجه، احنا فعلا تيم واحد يعني، ومن غير ان هم جم يشجعوني كان فرق. ولارا معي. لارا عن اكبر منك اكيد، هي عندها 30 سنه يعني اكبر 32 يعني سنة. نور عندها يا دوبك تمت 20 سنه ولارا عندها 30 سنه 32 32 خبره دوليه رهيبه لارا طبعا، واحده من دي مصنفه رقم واحد في العالم دلوقتي. انا بقيت واحد دلوقتي، بقت نور رقم واحد. كمل يا كابتن. فنور في الوقت ده قدرت تكسب بطولة العالم للناشئات 3 مرات، وده ريكورد يعني ما عملوش لعيب. أول بطولة في الويسبا للسيدات كسبتها عمرها 15 سنة، ده برضو كل الحاجات اللي أنا بقول لحضرتك دي مسجلة في الاتحاد الدولي للسكواش كسي في للعيب، ما فيش حد قدر بيعمل اللي هو بيعمله. أول لعيبة مصرية دخلت تلعب فاينل بريتش أوبن للسيدات، ما فيش حد في مصر قدر يوصل في البطولة دي يلعب فاينل، نور أول واحدة. نور أول واحدة تكسب بطولة العالم من مصر، وأول واحدة يكون عمرها 20 سنة وتاخد الكاس ده. فنور يعني لما نتكلم عنها بتصنع تاريخ. لا لا، بتصنع تاريخ.
كابتن وليد، في اللياقة البدنية بقى ده موضوع صعب، لان انت تخليها دايما السكواش يعتمد اساسا على اللياقة البدنية على ما اعتقد، وقدرتها على السيرف وقدرتها على استعادة لياقتها في كل لحظة. ايه اللي بتركزه وانت بتدربه؟ والله هو احنا طبعا اللياقة البدنية من اهم العناصر في السكواش، لان بطولة زي اللي نور لعبتها بتلعب فيها تقريبا عشان توصل للفاينل بتلعب فيها حوالي 5 مباريات. ممكن المباريات تبقى زي اخر مباراة العب فيها 5 جيم، وكل جيم بيبقى مقفول والجيم طويل. فاحنا بنبدا بنشتغل مع نور على اساس ان احنا بقى يعني هنلعب ال5 مباريات وهنلعب كل مباراه 3 جيمات. فبنركز على التحمل، بنركز على تحمل القوه، على السرعه، على الرشاقه، على رد الفعل، لان احنا ممكن في موضوع رد الفعل ده ممكن في كوره واحده زي ما نور بتقول كده اخر كره في المباراه كانت محتاجه منها ريفليكس سريع جدا، وقدرت انها عشان عندها تركيز كويس قدرت تخلص الكوره وكسبت بيها المباراه. كان ممكن الكوره دي ما توفقش فيها، وزي ما بقول كده الجيم باللغه السكواش الجيم يتقلب ويرجع تاني. انتوا يا جماعه شفتوا الماتش؟ يعني هل حد اتفرج على الماتش؟ كلنا كنا بنتفرج عليه لايف. الماتش كان لايف. احنا بنتفرج عليه لايف، احنا قاعدين متابعينها. فبالتالي فانتوا كنتوا قاعدين معاها كانكم عايشين. احنا كنا عايشين معاها وبنكلمها قبل المباراه وبعد الماتش. يعني هو موقف اصعب ان هم بيتفرجوا من بعيد. طب وانتوا بتتفرجوا وهي كانت خسرانه 2-0؟ يعني طبعا كنا كلنا شايفين ان الموضوع داخل في سكه مستحيله، وانا اكتر واحد كنت بقى يعني ايه بدات احس بالموضوع، لان انا عارف ان الموضوع هيتطلب لياقه عشان اقدر العب 3 جيمات. ومشكله اللياقه كمان مش الموضوع ان يبقى عندها لياقه، هو تحت الضغط اللعيب تحت الضغط بيبقى ستريس، بيفقد جزء من لياقته، بيبقى الموضوع صعب شويه. لكن انا كان عندي ثقه ان نور هتقدر تلعب ال3 جيمات، وكنت مستني ان هي تبدا تلعب الجيم الثالث وتبدا تكسب فيه، فكنت بدات اطمن. اول ما شفت الجيم الثالث اللي هي ابتدت تكسب فيه فتبتدي تقرب شويه. انا اطمنت لها قبل ما تخش الجيم الثالث، وكان عمرو شبانه بيكلمها لما قال كابتن رشدي، عمرو شبانه يعني قدر يدخل نور في المود ثاني، وشفت على وشها قبل ما تخش الجيم عمرو بيكلمها فبتضحك، فاطمنت ان نور داخل ريلاكس هتلعب كويس. فنور بدات تادي بقى، والجيم ده مشي سريع جدا، نور كسبته 11-3، فاطمنت ان نور دخلت في المود 11-3. فاطمنت النور دخلت في المود، وطلعت بعد الجيم ده بحماس ولعبت الجيم اللي بعديه كانت كسبته 11-6. فاطمنت. ده 11-3 11-6. انت كسباني الاولاني كنت خسرانهم كام؟ 4-6 تقريبا. 4-5 حاجه كده. واخر جيم بقى هو كان الجيم الصعب. هو بقى كان اصعب. وصلنا يعني انا طول عمري مع لورا ببقى يعني 2-2، وفي اخر جيم بنبقى 8-all، واخر كورتين بخسر فيهم. هي لعيبه عنيده. عمرك ما كسبتي لورا دي قبل كده؟ كسبتها مرتين قبل كده. الطوله اللي فاتت؟ في البريتش؟ لا كسبتها في شهر 2، كان في بطوله في امريكا. بس انا كسبتها 3-0، بس دي كانت اول مره في حياتي اكسب لورا 3-0. بس يعني طول عمري كنت بخسر منها، او ماتشاتنا كلها على طول كانت بتبقى 3-2 11-9 مثلا 11-8 كده. كابتن كريم، وهي رايحه المباراه قلت لها ايه وهي مسافره؟ بصي يعني احنا كنا عاملين فتره اعداد بصراحه، انا وكابتن وليد كنا متابعين الفتره اللي قبل البريتش اوبن وقبل بطوله العالم، كنا عاملين فتره اعداد كويسه جدا، قعدنا عملنا سكادول ازاي نرتب ال4 اسابيع اللي قبل بطوله العالم بالذات، قعدنا درسنا المنافسين كويس قوي، وابتدينا نحضر بقى ان احنا ازاي كل يوم يبقى ماشي ازاي، يبقى على سكادول الدراسه، وبعدين هتعمل ايه بعدها كفتنس. وكابتن رايد كان بيتابع معايا السكواش وانا كنت بتابع معايا الفتنس، وكنا بنتفرج عليه احنا الاثنين وبنتفرج على المنافسين فيديوهات وكل الكلام ده. يعني انا كان عندي ثقه فيها كبيره، وما اقدرش انكر ان هي لما كانت خسرانه في الفاينل تو لاف يعني كنت بصراحه مين راهن انها هتكسب؟ يا جماعه انا عايز اعرف، اسمع بس كده، عايز اسمع رمانات دلوقتي هتقولوا انا لا فعلا شوف بقى، عايزين حق ربنا كده. بعد الجيم استني يا نور، انا بعد الجيم الثالث يعني جالي ثقه ان ايوه بقى. لا انا بتكلم بعد الجيم الثاني بصراحه. طب هحكي لك حاجه، وليد كان معايا في البطوله دي، كان في بطولة عالم في بولندا ونور كانت رايحة، وقبلها كانت نور مصابة وقاعدة بقالها 4 شهور ما بتتمرنش. كنا بنتمرن واحنا واقفين، نور رايحة رجليها الاثنين مربطين، انا وكان عندي الصور دي كنت اوريها. نور خدت بطولة العالم وهي رجليها فيها اصابة، فيها عزيمة يعني. نور ما بتسيبش. احنا اتمرنا يعني في بطولة بولندا دي،
كنا بنتمرن، الناس كانت بتيجي تتفرج علينا، هي دي هتلعب البطوله ولا جت هتلعب مرة. ازاي رجليها كلها مربطه وركب ومفارقات ان نور كسبت البطوله دي من غير ما تخسر ولا جيم، كسبت كله فري لاف، ما حدش يعني. يا كابتن كريم انت كنت متوقع؟ انا كنت بتفرج انا وعمر في الجونه الماتشات كلها كل يوم. كان انهيار عصبي اكيد اخر ماتش ده، انهيار عصبي. كان اول جيمين احباط شويه بس بعد ما كسبت الجيم التالت يعني احنا عارفين نور ملكة الكامباكس برضه تعتبر ملكة الكامباكس على فكره مش وحشه. طب عمر انت كنت متوقع انها تكسب ولا لا؟ يعني بعد السكند جيم اللي هو خسرانه جيمين ورا بعض. لا الصراحه بعد تاني جيم ده انا قلت هنرجع تاني بقى من الاول. كلمت ماما طيب ولا لا؟ هم كلهم كانوا معاها، ما ينفعش اكلم حد كلمته في الموقف ده يعني، هسمع كلام مش كويس. ايوه موقف بره اصلا اللي هو يعني الناس كلها قاعده بره اللي معايا من مصر يعني. كلهم. مين عمرو شبانه بعد الجيم التاني؟ عمرو شبانه قال لك ايه؟ هو عمرو شبانه دايما الحاجه الكويسه اللي فيه ان هو على طول هادي، وان هو دايما يعني بيديني ثقه اكتر ما بيديني تاكتكس في الجيم يعني. فهو كان دايما على طول كلامه ان لسه بدري، وان انا حتى لو كسبانه 2-0، لو كنت كسبانه 2-0 كده كده كنت محتاجه الجيم الثالث، فانت كده كده محتاجه انت تلعبي كويس الجيم ده وخشي من الاول. والسكواش ايه؟ ثلاثة جيم. فبالتالي هي لو كانت خسرت الجيم الثالث ده كان خلاص، كان 3-0 وخلصنا. فقال لك ايه؟ قعد يقول لي ان لسه بدري، وان انا اقدر اكسب، وان اركز يعني من الاول، ومركزش بقى من اللي بيحصل بره، ومركزش في اي حاجه، ومش هخسر حاجه، ومفيش حاجه هخسرها، بس خش العبي براحتك. وخلاني ابقى هاديه يعني، واداني ثقه في نفسي تاني، رجعني في الماتش تاني يعني. وانت داخله الجيم الثالث ايه اللي كان في دماغك؟ حاولت ان انا افكر بقى ان انا ما افكرش في حاجه خالص، وانسى كل بقى يعني الفانيو والاتموسفير وكل حاجه والجمهور وكل حاجه، واركز بس في لعبي وفي الجيم نفسه. حاولت بس ان انا اخش في اول جيم من الاول والعب بسرعه عشان اخد الاول، اخد ليد عليها وابقى اول كام بوينت يعني. ده كان هيفرق يعني، ان انا لو اكسب في الاول هو ده اللي هيخليني اكمل بقيه الجيم. فكنت بس مركز ان انا اخش جامد في الاول واخد ليد يعني عليها، وهو ده اللي هيرجعني في الماتش يعني. وبعدين جه الجيم الرابع. جه الثالث. كسبتي الجيم الثالث اكيد اداكي ثقه. بالظبط. جه الجيم الرابع بقى. بالظبط. فعملتي ايه؟ حاولت ان انا اعمل نفس الحكايه بالظبط. هي اهم حاجه هي بدايه الجيم بالظبط، هي دي بتبقى اهم حاجه. اللي هو فوكس وسريع عشان اخلص. هو ده اللي انا اخد بوينتس كتيره في الاول عشان اعرف ان انا اكمل يعني، ان هو ده اللي هيخليني ابقى عندي ثقه واني افضل على الجيم بلان بتاعتي يعني. الجيم الخامس اللي هو الاخير اللي هو الحاسم بقى، كنت وانت داخله انت اولا بتاخدوا بريكس في النص اكيد، حد قال لك حاجه قبل الجيم ده؟ هو عمرو شبانه كان دايما هو لازم في البريك يعني، كوتش هو اللي بيجي يتكلم يعني. فهو عمرو شبانه كان بيجي لي بعد كل جيم، فهو جاني طبعا بعد الرابع وقعد يقول لي ان هو برده كان كلامه كله ان هو يعني بيشجعني اكتر يعني. فهو كان دايما بيقول لي زي ما انا وافضل على الجيم بلان بتاعتي، وافضل خش جامد في الاول وما غيرش الخطه. وكان دايما بيقول لي يعني ان انا في الاول هو ده الجيم اللي هيفرق يعني. بس قعد يقول لي ما فكرش خالص، انا كنت كل كوره يعني بكسبها ببص له بره يعني، هو دايما بيديني ثقه يعني. فهو فعلا كان كلامه بيفرق يعني معايا. امتى حسيتي ان انت انا هكسب الماتش ده، انا هكسب البطوله دي؟ بعد ما كسبت الرابع ابتديت ان انا ابقى كونفيدنت يعني، واخد ثقتي تعالى، وابقى حاسه ان انا خلاص دخلت الماتش، وان انا رجعت يعني ماتش تاني، وجات لي فرصتي بقى ان انا ما ينفعش اضيعها. وانت امتى حسيتوا بالاحساس ده؟ تقريبا بعد الجيم الثالث. انا بعد الجيم الثالث. انا بعد تو قول يعني حسيت. انتوا كنتوا قاعدين مع بعض تقريبا يعني؟ انا كنت انا وكريم مع بعض. انا رجعت قبلهم بيوم من الجونه، بس كنت بتفرج على الماتش بتاع السيمي فاينل في الاتوبيس، حاطط لابتوب على رجلي وقاعد بتفرج في الاتوبيس على السيمي فاينل. ولما رجعت بقى اسكندريه كنت بتفرج لوحدي طبعا، كنت حاسس بقى قاعد عايز اكلم حد. كلمت كريم يمكن بعد الجيم الثاني، قلت له يا كريم ايه الموضوع هيحصل ايه؟ فقال لي انا مش عارف، العمليه اتصعبت. لما كسبنا الجيم الثالث بقى اطمنا. بدايته تحسوا من الجيم الثالث انها ملكه الكامباكس، ان هي فعلا هتعرف تعمل الكامباك. نور ادت باداء ادانا ثقه، وحسيت ان لورا بدات زي لغه السكواش بدات تفك منها وبدات تخرج. وما كسبت الجيم الرابع حصل كده. هو الجيم الخامس بقى اللي تطور الامور فيه. نور كانت ليدنج 5-2 وبعدين 8-6 وبعدين فوجئنا بقى 8-all وبقينا التنشن كلنا. طبعا اخر لحظه دي تبقى فظيعه. اخر ثلاث كور كانوا ثلاث كور يعني صعبين. كان الكوره اللي قبل الاخيره
نور لعبت كوره خداعيه، لورا كانت رايحه ناحيه الباك هاند وبعدين لقيت الكوره غلط، نور خدعتها فيها فحاولت ترجع اتشنكلت في الارض وقعت. كانت الصوره اللي جايه لورا واقعه في الارض، نور ما شافتهاش وجريت على الكوره قدام عادي خالص. عادي جدا. ما شافتهاش خالص. لما بنشوي شفتي بتوع وقع فيها. انت عملتي ايه لما وقعت طيب؟ انا ما خدتش بالي منها خالص اصلا، يعني اصل هي كانت كوره مهمه اللي هو يعني هبقى كنت يا اما تنول يا اما هبقى 9-8 يا اما يعني لا يا اما كنا هنبقى 9-0 يا اما احنا مالناش دعوه، احنا عايزين الكوره بالظبط. يعني مالينا دعوه بايه يا جماعه، احنا مركزين في الكوره. كانت هتبقى كوره مهمه جدا يعني، فانا ما شفتهاش يعني هي واحد يعني، فانا كنت بس مبسوطه ان انا اخدت الكوره يعني. اكيد طبعا. لو اخر كوره في الجيم، اخر كوره في الجيم انا بقدر اسميها اقول دي كوره يعني لازم اقول عليها دي ماركت نور الشربيني، لان هي كوره تريد مارك نور. عايز قلب ميت، مفيش حد بيلعبها غير نور. عايز قلب ميت، نزلتها في النيك فولي باك هاند، عايزه واحد قلبه مريض. لا اشرح لنا بقى بما ان احنا مش لعيبه سكواش، اشرح لي بقى يعني ايه يا كابتن؟ يعني هي لعبت السيرف واستنت ريتيرن سيرف بتاع لورا، خدت فولي دروب شوت في النك. نور مشهوره بالكلام ده قوي. على نور الشربيني دي طريقه نور الشربيني في اللعب او لها ستايل، لها ستايل في اللعب. نور لها ستايل في اللعب. اقول لحضرتك اللي حصل بالظبط. نور اول اتنين جيم كانت بتلعب ديفنسيف قوي. انا هحلل لك الماتش في دي. حلل لي بقى الماتش. تمام. كانت بتلعب ديفنسيف وما كانتش تطلع نص الملعب. نور مشهوره قوي ان هي فولير كويس قوي، بتعرف تعمل وينر شوتس من الفولي ومن الدروب شوتس، يعني اكتر حاجات بتعرف تكسب منهم. وهي معروف قوي ان هي اي كوره بتجيلها في نص الملعب او على الفولي نور الشربيني هتكسبها. فنور في اول اتنين جيم كانت دايما واقفه في اخر الملعب شويه، بتحاول تحافظ، بتحاول ما تضيعش الكوره. هي الكوره هي اخر. تمام. بعد اتنين جيم بعدوا لنا الكوره الاخيره دي يا جماعه لو سمحتوا، انا عايزه اشوفها كده عشان كابتن رشدي يحلل لنا بقى هذه الكوره. ادي الكوره بس طبعا جابوا اخر لحظه بس. لا هي عملت ايه يا كابتن بقى، قول لنا. نور لعبت سيرف وقفت على نص الملعب واخدت الكوره من الفولي من غير ما تنط على الارض وينر، وسي الكوره خلصت. دي اشهر حاجه معروف بيها نور الشربيني، يعني نور الشربيني اتاك هنا، ما حدش يهاجمها هنا وما حدش يلعب معاها في الحته دي، هي اخطر لعيب في العالم في الحته دي. فنور لما ابتدت ثالث جيم تلعب بالطريقه بتاعتها ان هي بتهاجم وبتخلص كورتها وقدرت ان هي تطلع نص الملعب وتخلي لورا تستنى وراها، فابتدت تكسب، وعشان كده قدرت ان هي ترجع تكسب ثلاثه جيم. برافو. يعني عمر انت لما عرفت بقى انها كسبت؟ انا كنت بتفرج، هو اللايف ستريم ده بيتاخر سنه كده صغيره، فجالي زي مسج نوتيفيكيشن نور الشربيني از يور نيو وورلد شامبيون. قبل ما انت تشوفها، قبل ما اشوف البوينت هتخلص يعني، كان جنبي كريم طبعا. ما شفناش اصلا، ما شفناش بقى اللي حصل بقى. فاكر الصراحه اللحظه دي. كلمتها بقى ولا كلمت بابا وماما ولا عملت انا إيه؟ كلمت بابايا اول واحد، لان هي طبعا ما كانتش فاضيه يعني بس كلمتها بعديها يعني، فضلت كتير عشان اوصل لها وكده، بس كلمتها يعني. كلمت مامتي وكلمت كلهم. الحفاظ على اللقب صعب وستريس يعني، حرام يعني، ممكن تفرح شويه صغيره وبعدين لازم معركه الحفاظ على اللقب على التصنيف رقم واحد سبيشال انها صغيره. ايه يعني طريق بقى للحفاظ على اللقب يا نور؟ هو اكيد صعب يعني، وانا بس انا يعني بحاول يعني ان انا ما احطش يعني زي بريشر عليا او كده. انا مش محتاجه ان انا افكر. بلاش. انا بلعب سبتي بقى، بلعب سكواش عشان انا بحب سكواش وانا بتبسط وانا بلعب سكواش، فانا مش عايزه ان انا ببقى مبسوطه وانا العب، ما احطش اقعدش افكر كتير واحط ابقى ستريسد على طول وبريشر عليا. انا نفسي طبعا افضل رقم واحد اطول وقت ممكن، بس ان شاء الله يعني احنا بنتمرن كويس وعاملين على طول فتره اعداد مع بعض كويسين. احنا طول النهار لازم نبقى قاعدين مع بعض يعني، بقعد معاهم كلهم اكتر ما بقعد في البيت يعني، فهم واخدين مني كل وقت يعني تقريبا، فدايما بنقعد مع بعض قبل كل حاجه يعني. احنا خلاص دلوقتي في الاوف سيزون، فان شاء الله. انا معي من كندا كابتن عمرو شبانه. مساء الخير يا كابتن ومبروك عليك. الله يبارك فيك، ميرسي جدا. الله يبارك. مبروك عليك بجد، لان نور دي في النهايه يعني ده انجازك انت كمان. ربنا يخليكي والله، ومبروك لنور، اثبتت للعالم كله يعني ان المصريين مش جامدين بس في الرجال والناشئين. ايوه، وانت بطل اساسا يا عمرو يعني. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. لا بصراحه مبروك لنور وبقيت زميلاتها يعني، اثبتوا لنا المنتخب مصر السيدات يعني كلهم قريبين جدا من بعض. عندنا ثلاث بنات وصلوا دور قبل النهائي، ونور الحمد لله قدرت تبقى اول مصريه تفوز على بطوله عالم،
فمبروك لنور بصراحه. قول لي بقى يعني لحظه، هي كانت بتقول لي انه كابتن عمرو هو اللي كان بيكلمني، كابتن عمرو هو اللي انا ببص له بعد تو جيمز من الخساره، انت فقدت الامل؟ لا ما فقدتش الامل طبعا، يعني صعب جدا الواحد يفقد الامل في المباراه دي، لازم كسبان بيكسب ثلاث اشواط. فهي لما خسرت 2-0 يعني انا ما غيرتش اي حاجه في التكتيك، يعني قلت لها بصي اللي احنا كنا خايفين منه حصل، ان احنا نبقى خسرين 2-0 فمش مشكله، يعني لو كان العكس حصل وكنت كسبت اول شوطين كنت هتضطري تكتبي الشوط ده. فحاولت اقول لها يعني ما تفكرش في المباراه ككل، انها تفكر بس في نقطه نقطه وضربه ضربه وتنسى اي حاجه ثانيه، يعني هو ده اللي حصل. هي طبعا بطله، يعني مهما انا قلت في الاخر انا بتكلم بس، يعني ما عملتش اي مجهود، يعني هي اللي كانت لازم تخش الملعب وتراجع تركيزها، والحمد لله قدرت تطلع من اجمل المباريات الواحد شافها يعني في حياته. من اجمل مباريات اللي شفتها في حياتك؟ طبعا، يعني انت بتتكلمي دلوقتي في سكواش البنات دلوقتي في العالم، عندك اول 15 لعيبه من احسن 15 رياضيين في العالم، الطريقه اللي هم بيتمرنوا بيها والمجهود اللي بيحطوه، السكواش العالمي دلوقتي بقى مستوى رفيع جدا يعني، والنهائي كمان ناس مش انا اللي بقول رايي، يعني الناس كلها بتقول انه من اقوى النهائي الابطال بطولات العالم اللي شافوها رجال او سيدات يعني. يعني انت ما غيرتش التكتيك بتاعها في النص؟ يعني ما قلتلهاش العبي بالشكل ده، خليكي اوفنسيف ما تبقيش ديفنسيف، يعني ما غيرتش التكتيك بتاعها، ولا كله كان استعاده ثقه بس اقفي وممكن تكسبي؟ هي كانت مباراه صعبه جدا بالنسبه لنور، ان الحكم كان مستواه مذبذب جدا في المباراه دي، افتكر كان فقد سيطرته على الماتش، والبنت الانجليزيه بخبره قدرت انها دايما تحط جسمها ما بين نور والكوره، ففي الاخر كان الموضوع زي ما انت قلتي، الموضوع بس ان اخليها تركز في حاجات دقيقه جدا، يعني بدل ما تفكر في ضربات وكده لا تفكر في مكانها في الملعب وكده، وما تفقدش ثقتها بنفسها والمباراه. هي تكتيك واحد بس، هي طبعا التفكير بس الواحد ما يفقدش الامل مهما كان السكور بعيد وكده، لسه في فرصه. مبروك عليك وبشكرك وبحييك. عايز تقولي له حاجه يا نور؟ انا بس عايز اقول ان هو ميرسي جدا ان هو على طول فعلا بيحاول ان هو يبقى معانا في كل بطوله وما يفوتش بطوله، واحنا فعلا كنا محتاجين حد زيه يبقى معانا في الفتره دي يعني، وما افتكرش ان ممكن حد احسن منه يفيدنا في الفتره ديت يعني، فميرسي جدا ليه يعني ان هو دايما بيوفر لنا وقته ويبقى معانا يعني. كابتن عمرو شبانه بطل ايضا في السكواش، وهو ايه دلوقتي المدير الفني لمنتخب مصر في السكواش، بحييك وبتمنى لك التوفيق. هنحافظ على نور ازاي؟ اكيد السيزون الجاي ده محتاج شغل من نار، محتاج دراسه كويسه، نشوف احنا عملنا ايه كويس السيزون ده ونحاول نحافظ عليه، نشوف احنا نقط ضعفنا في ايه بالظبط ونحاول نطورها. محتاج تيم ورك عالي جدا ما بين السكواش ما بين الفتنس، ف يعني انا عندي ثقه ان شاء الله ان احنا محتاج دعم من النادي، وده نادي سبورتنج الصراحه دعمنا في كل حاجه سواء ماديه او معنويه، بالنسبه لنور مش بيتاخروا علينا في حاجه بقياده باشمهندس عبد الحميد بدوي ودكتور طارق ابو زاده المسؤول عن السكواش في المجلس، طبعا مشرف السكواش محمد سامي. ف يعني ان شاء الله انا متفائل خير ان احنا هنعرف نحافظ على اللي احنا فيه ونطور نفسنا اكتر كمان ان شاء الله. كابتن وسط طبعا هيبقى عليا عبء كبير جدا السيزون الجاي، لان محتاجين نبقى في كل المباريات لياقتنا عاليه جدا، هنحاول طبعا ان احنا لو النهارده احنا لياقتنا بالمستوى الموجود ده احنا هنحاول نضعفها في السيزون اللي جاي. بتخش بعض برضو العون زمان كريم ان النادي بيساعدنا في كده، بس انا باخد بقى جزء اللياقه ده جزء من اللعيبه بتوع النادي الكبار اللي موجودين فيهم بيساعدونا في الجزئيه دي، انهم بيعملوا مع نور بالاضافه للياقه اللي مباريات بتحسن من لياقتها وبتحسن من ادائها، فده هيبقى يعني عبء علينا كلنا، بس احنا ان شاء الله احنا قده يعني، وربنا هيوفقنا انا عارف ان شاء الله، لان احنا يعني بنشتغل بنيه خالصه، ونور كمان بتساعدنا في كده يعني. نور من اللعيبه اللي انا اشتغلت معاهم مطيعه جدا ملتزمه، ساعات ببقى خايف عليها في التمرين، حاسس انها بتعمل حاجه صعبه وعايز اقول لها نور انت تعبانه، تقول لي لا، وانا عارف انها تعبانه ومش قادره، بس نور دي حته عندها موجوده فيها حتى في المباريات بتبقى تعبانه وما بتقولش، بتفضل ضغط على نفسها. يمكن انا فاكر في بطوله لعبتها في ويندي
في امريكا كانت عندها برد، ومن اول يوم راحت بين انا وباباها نكلمها نقول لها يا نور يعني خلاص وصلت للحته دي كفايه، فضلت تلعب لغايه ما وصلت للفاينل. وفي الفاينل ما كانتش قادره تتحرك في الفاينل، ورغم كده يعني قامت ولعبت. فدي ميزه في نور انا بستثمرها طبعا فيها، بستثمرها فيها، عندها اراده وعزيمه إرادة. يعني ربنا يحميها يعني ان شاء الله. كابتن رجي نصيحتك لنور ايه بقى؟ هو انا قبل ما اقول نصيحه لنور انا عايز اقول ان الكاس ده جه مصر طبعا، وبقول مش هيخرج من مصر، يا رب يفضل قاعد عندنا على طول. دي اول حاجه هقولها، وبجد انا في حاجه احنا كتيم وورك لنور الشربيني متفقين عليها، يعني ان انا اقولها، انا بهدي الكاس ده وبقول فعلا للانسان اللي في مصر اللي كلنا نحاول نقول له شكرا يعني. ودي اكتر حاجه عملناها واغلى حاجه عملناها، يعني البطوله دي انا بهديها للرئيس وبقول له احنا تيم وورك بتاع نور الشربيني جبنا بطوله العالم، ودي اول حاجه تيجي مصر من في تاريخ السكواش يعني. يعني انا اتمنى طبعا ان الرئيس يكرم نور ويكرم شورباجي، لان احنا عندنا دلوقتي البطل والبطله يعني بطولات العالم خلاص احنا مسيطرين عليها. اسكندريه اسكندريه بس يا جماعه موضوع اسكندرانيه ده ايه؟ اسكندريه. فبطلي العالم او بطل العالم رجال ونساء من الاسكندريه، وبطل العالم رجال ونساء سكواش مصريين، اتمنى طبعا ان الرئيس يكرمهم ده يعني بالتاكيد، يعني نهدي له الكاس ده. احنا فعلا بنهديه، وبوعدك ان احنا هنجتهد، ونور لسه صغيره، نور عمرها 20 سنه النهارده، ونور عودتنا باجتهادها يعني ان احنا ما نحطش سقف ابدا لطموحنا، واحنا وصلنا للمكان ده دلوقتي، وانا اعتقد ان احنا قادرين ان احنا نستمر، وبوعدك ان شاء الله السنه الجايه نكون مع حضرتك تكونوا معانا والكاس ده موجود، والكاس موجود، ومش هنقبل ان الكاس ده يخرج من عندنا ابدا. لا لا مش هيخرج. عمر تقول ايه لنور بقى؟ بقولها ان هي يعني تكمل اللي ابتدته يعني، وان اللي جاي مذاكره بقى وكده. لا مذاكره عادي. حقيقي هو عمر بيعمل كل حاجه في حياتي، يعني حقيقي هو مفيش حاجه انا بعملها من غير عمر، يعني انا كل خطوه في حياتي بمشيها يعني لازم اروح له قبل ما اعمل اي حاجه، يعني هو فعلا على طول هو اللي بياخد باله مني، او يعني انا فعلا من غيره انا ما كنتش عارفه انا ممكن اعمل ايه يعني. بس هي دي الاخوه الفظيعه جدا، يعني انا اتاثرت قوي بقى كده، بقيت العيله حاجه رهيبه يعني. عيله ما شاء الله، العيلة يعني ما شاء لازم الله. يخرج منها نور الشربيني، العيله دي ما ينفعش طبعا. وعمر الشربيني ويعني حاجه عيله ما شاء الله بجد، اصل مش ممكن حد يوصل لمكان الا لو كان وراه اخ زي عمر، وام واب زي اب وام نور. ما فيش حاجه بتتعمل في عيله نور الشربيني غير بعد ما يعرفوا نور هتعمل ايه، نور هتعمل ايه الاول، وبعدين العيله تحط اولوياتها. فتخيلي ان عيله عايشه لكده، ازاي ما نور ما توصلش كده؟ نور بتقول ايه للناس، الناس اللي بيتفرجوا عليكي، اللي فجاه ابتدوا يعرفوا لعبه السكواش، قريب ابتدوا يعرفوا لعبه السكواش، لما جيتي عندنا كنا مبسوطين بالبريتش، كانت بريتش اوبن مش كده، كنا مبسوطين قوي بالبريتش اوبن، كنت بتحلمي بكاس العالم، وها انت تاتي الينا بكاس العالم، واحنا يعني سو براود الحقيقه، فخورين جدا بيك. الناس بتتفرج عليكي كده، انا فعلا كنت متفاجئه جدا يعني برد الفعل على السوشيال ميديا، على كميه الناس اللي كلمتني وبعتت لي، انا فعلا كنتش متخيله ان الناس هتبقى فرحانه باللي انا عملته، او فخوره ان انا كسبت البطوله وجبت البطوله لمصر. كنت فعلا مبسوطه جدا بكميه الناس اللي ردت وبعتت لي، حتى ناس انا ما بعرفهاش بس كلهم بعتوا لي وكلموني، فانا فعلا احب اشكرهم جدا جدا. انا عارفه سكواش الفتره الاخرانيه ابتدت تبقى مشهوره عشان بطولاتنا وان احنا بنعملها، فالناس ابتدت تعرف على سكواش اكتر، فده حاجه الحمد لله. احنا نفسنا سكواش يعني يتشهر اكتر من كده في مصر، لان احنا يتم دعمه الحقيقه. وسكواش لعبه يعني مهتمين بيها الدوله ولا قوي؟ مش قوي يعني، نوعا ما يعني في القطاع الخاص لما تهدول الامكانيات يعني. اعتقد دلوقتي الموضوع بقى احسن يعني، وان هو السكواش ابتدى، لما ابتدى البطولات بتاعتنا تزيد وانجازاتنا تزيد، الناس ابتدت تعرف على سكواش، الناس ابتدت تهتم بسكواش اكتر، وابتدى يبقى فيه دعم اكتر يعني. لما سالتك المره اللي فاتت نفسك في ايه، قلت لي نفسي في بطوله العالم او كاس العالم، دلوقتي نفسك في ايه؟ بالظبط ان انا هفضل احافظ عليه، واحاول ان انا افضل اطول وقت رقم واحد على العالم يعني. باذن الله وربنا يسعدك، ده اهم حاجه، وتبقي الحياه دايما تشرفينا وترفعي راسنا زي ما كل المصريين سعداء بيكي، كل الناس بتتفرج علينا
فخورة إن نور الشربيني بنت اسكندرية بنت مصر قدرت إنها تجيب لنا الكاس العظيم ده. البطولات الرياضية بتعمل بتعيد إلينا الثقة، يعني بينما يعني بنتلخبط في السياسة والاقتصاد والأمور أخرى كثيرة، يجي إنجاز زي نور الشربيني فيعيد لهذه الأمة ثقة كثيرا ما تفتقدها. أنا بشكرك وحقيقي فخورة بيكي، وبشكركم كل اللي اشتغلوا على نور، عمر أسرتها، الكباتن الكبار، نادي سموحة ونادي سبورتنج، عشان هي طالعة من سموحة أول سيزون في نادي سبورتنج، وأول سيزون في نادي سبورتنج، يعني حظهم حلو حظهم حلو. بشكرك يا نور وبشكركم أعزائي المشاهدين، ونخرج فاصل، وبعد الفاصل السيد وزير المالية يتحدث عن الموازنة الجديدة.